على بركة الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بعشركم بركة مسعودة. اليوم جينا نشوفوا واحد السيدة اللي اتصلت بينا بغات تعود على التجربة ديالها وتحكي على القصة ديالها. قصة ولا جات تعودها ما غتكفيهاش نص ساعة ولا ساعة ولا نهار. إلا جات تعودها خصها كتوبة وخصها أوراق وخصها أيام وخصها سنين. قصة كفاح ديال سيدة مغربية أرملة مات الراجل وخلى لها الدراري وكافحات. كنعرفوا ان الدرويش باش يعيش في هاد البلاد خصو ما هي وما لونها. الدرويش باش يعيش في هاد البلاد عباش يعيش، باش يبقى حي ياكل ويشرب، خصو يتكرفص وخصو يتمرمر وخصو يضربوه الحيوط. حيت كيما قالت لينا اختنا ابتسام، اما مصومه الحلال صعيب والحرام حتى هو راه صعيب. لا الحرام سهل. لا عكيبان لك سهل. لا لا والله يسهل. واش عارفين الحرام كيبيع فيه بنادم دم وجهه ويبيع فيه ضميره ويبيع فيه؟ لا 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 حق عندهم داك الشيء. انا جربتي جربتي؟ لا لا اختي. واش تعرفي سهل؟ اه لا 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 الحرام الحرام ساهل ولكن الحلال صعيب بزاف. انا نقولها لك حيت قلت بزاف بزاف الناس كنعرفهم انا دايرين شي حاجه ماشي تالهيه ورايحين فيها فلوس وعايشين منها واكلين منها ومعيشين منها، ولكن حنا ما بغيناش من الحرام. شفنا في الحرام ولكن الحرام ما سلكناش. يعني بغيتي ديري الحرام ولكن سؤال هادي ملي كنت عط راسي ملي كنت عط راسي ولكن نجي نقول لك تفراس كنت يا غزاله زوينه رانا قلت لك تبركي وتجي عندي نعاود لك عقصتي الاولى وتجي عندي الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه بزاف نعاود لك بزاف دوزت في الزين بزاف باقا تبارك الله. هادي يقول لك لا مشى هذا كان باش كلايطه تبارك الله. انت مني راجل مني مراه مني عواشر مني عيد مني كل شيء. لا باقات باكي السكر خاصها نجيبها انا وخرج بشهود الجيران هما كلشي يقولوا لك الا بغيت خبزه خاصني نجيبها لراسي. ما كنعاودش انا على ولادي عمو مره ولادي ما كنرداش نقول لولادي عطيني ديك درهم ديك درهم ما نقدرش نقولها لهم. ما تقولي لهم راه من حقهم على علمتهم ديك الطبيعه ديال الماما اللي غتجيب ماما غتجيب ماما تعمر البوطه ماما دير ماما دير ماما دير وكبروا بقاو بديك الطبيعه ديك الطبيعه. شحال دابا تقولي لو كتعمل لي بسم الخدمه عندي ثلاثه واجو واحد متزوج وجوج معايا ودولي جوج معاك عزاره عزاره رجال تبارك اه واحد ربي اللي مخشي لك جي واحد صغيره وين ما خدام خدام بالك حدايا وهذا هو الجزاء اللي رجعوني. ايوا واش غادي ندير هذاك مول المراه عادريه لا نسي مول المراه مول المراه مشى دار عائلته دار وليداته. لا علمته بديك الطبيعه علمتها ليهم صافي دق فيهم فيس بان راه مو غادي من اللي غتجيب لنا داك الشيء. امتى مات باهم؟ ولي مات خلى خلى عندي 19 عندها بنات طلعت فيه 19 عام. اي والده هاد الشيء والده جوج ومن بعد دازت الثالثة لا ماشي ولد اللي مات بوحدها هذاك تخلى تم ولا رابحينه في اللوطة رابحينه في اللوطة كون ربحتي يا بنية هذاك رابحينه في اللوطة ما نكذبش عليك اويلي عندك كانوا عندك عجوج ولا كان بلاتي ربحتو في اللوطة هذاك قصة قصة بلا ما نعبدو بلا ما نجبدوها وبلا ما نعاودوها مشاكل تاعت مرت البو بزاف وبزاف قصة كبيرة. علاش قلت لك انا خاصك معايا شهر ولا عام يلاه تكملي معايا خلى عندك 19 عام يعني خلاك في اول الشباب والزين تزوجي شحال كان عندك من عام؟ نقول غادي 17 عام سربكتيهم واحد من ورا واحد مات الراجل لا جوج اي واحد من ورا واحد 17 18 19 قتلتيه ماشي قتلته راسو الله يرحمه كان هو عنده كيبقاو يلكوا في خوته ما عندكش تحوز على الدكاليه ما عندكش ما عندكش من قصه قصه هذاك الشيء. ومن نهار اللي ما جابت لي امو البوليس خرجت مونطا من هنا وختار لي فيها بنادم راه قالت لك قصتي قصه خلاك حامله لا مات ليا ما نكذبش لا مات ليا ما نكذبش ياك اه مات لي خسر لك فيها بنادم خسر لي فيها بنادم بغيت نوريك غير قداش اللي كنت انايا انت قداش خلاني تصويره تصويره شفت تصويره لحقتيها صافي لحقتيها عاد شوف عاد تصويره عاد تصويره عاد تصور ما دار دار عمي براس هي الاولى اللي بالبيض هي الاولى بالبيض خليتها خلانا برهوشه وما تجوجتي باقا صغير ما بقيتش بغيت تجوج ما نكذبش عليك ما بقيتش نحلم من الرجل ديالي علاش تجوجتي باقا صغير علاش خديتيه وانت باقا صغير؟ الام كانت مطلقه مع البو عايشه في فرنسا امك انا كنت هنا في الديور تكرفت في الديور تكرفت يا ماما صومه تكلفت في الديور تكلفت تكلفت معنى الكلمه. جيت عند باك لي باك لي عمتي غادي نسر راسي لقيت واحد ولدي. كنتي كتعيش؟ عايش في الحي المحمدي. انتما اصلكم من المحمدي انت وباك وامك؟ لا جيتي على راسك تخدم. ديالي انا زايده وخلق هنا. الحي المحمدي ملي تفرقت مني مع با
عيش لي لا بنت هاد الدار بنت هاد الدار هنا انا تزوج في الحي المحمدي هذاك ولد الحي المحمدي وانا تزوجت ما سكنت مع دارهم صافي ماتت امك مسكينه ما ماتش امي باقا حيه باقا حيه باقا حيه مات بالله يرحمه هنا الوقت اللي جيت انا من البلاد خدمت هنا في الديور ما نكذبش لك تكرفصت مزيان تكرفصت مزيان وخدمت في الديور كلشي كنتي صغيره وزوينه وخدمتي في الديور قلت لي خدمت وكاين مشاكل مشاكل كنت غنتخصص في فيلا قلت لك خلوها عرفتي كنتخصص في الليل قصتي قصايص خدت فاطمه مزاره باش نجي نعاودو لك راه ما غيتقادر خليني نعاود ربي ونعاودو لي اللي مشيتي عندو كيطمع ملي كنت صغيره كلشي كيطمع كلشي طمع كلشي طمع دابا تا ولات الاولاد وكلشي ولكن ما دابا ما نكذبش عليك كيعرفو ما مسوما راجل ماشي عارفينك مرا ديكورديه ولكن باش ما نخبيوش الشمس بالغربه الدريه صغيره وزوينه وارماله ولا ماشي ما يصيفطوش بناتهم ما يصيفطوش بناتهم راه ما كاينش مكتب هذا الكلب المذنب انا خرجت في انتصاصات ديال هربت من مول الدار خلى مرتو تسافرت هذه قلت لك علاش قلت لك انا رجعت لقصتي بس انا بغيت غير الناس دابا مرا سافرت وخلاتك حتى هي انا ومول الدار بغى يشدني كل ما نجد نبعد 10 بلاصه ديال الطبقات هما كلشي كتشوفوا الدو قدامكم الناس سالات مزيان مزيان حق ما قادرش نواجه ما كرداش بالعربيه ما كرداش هذا هو المشكل اللي عندي خدمتي في الحمام 13 عام تمارة بعدا عاودي لي على تمارة الحمام وخرجوا سولوا ليهم اي وحده تلاقيت مع ولدي ديك المره اللي كانت خدام في الحمام سبيتي باش غادي تقول لك نخدم من قلبي ومن نيتي وحكاني ماشي هو حكان اي واحد لا حكان مساج اللي حكيت ليها تمشي هاني ومرتاحه مع عمرها تقول لها ما غادي ياكلني ولا فيا مسقولة والو الحمد لله ما قريتيش لا قريت قال الشهاده هي مات الشهاده ملي كانت شحال تمنى قريت في البلاد العربيه ماشي هنايا وانت يا علاش مشيتي العربيه وانت زاده في كازا امي طلقت مع الوالد عطاتنا ليه كبرنا تما صافي جوجات مشات لفرنسا تجاوزت ودخلت وزاد علاش اختي ما داتكش وفاطمه الزهراء اصدق السيد هذاك الشيء ترجعي لي قلت لك خاصك معايا عام ولا ساليتيني عام ولا سايتي يلاه قلنا عفوا العمر نبقى حياه تنعاود معاك هادشي كامل نعاود قصتي من او من تصوري حتى لكبري ونعاود لك من جواجه تاع الموت تاع الهجران الراجل وعاود عذابي تاع الحمام وتاع الزلقه وتاع كل شيء امك باقا كتواصلي معاه لا كتجي عندي نشري خرقه نشريها لها نشري قرصه ونشريه لها نشري شنو نشريها لها واخا هي في فرنسا لا جات من فرنسا حالتها حالت العدد حالت شفتي العدا جات من فرنسا يساعدك يساعدك شان النصراني جاتو حتى لهنا اش غادي نقول لك كيقول لك بعد من دمك لا يطلق دمك لا يطلق كيف جيتي جايبه مصراني حتى لهنايا وجيتي عاد المقشفات المعفونات بلا ما نذكر لا داعي الاسم ديال المراه راه ما يشوفوا الفيديو غيعرفوا كل عائلتكم اي وش يدور منك وش يتلبط لي منك وش يعبص في منك وش يعبص في منك وش عمرك ما شتي نصراني وتعلم العربيه عباد الله معانا نصراني تعلم العربيه بركاتو معاك بركنا معانا جا عندنا نيتلو الدار هنا مش عندنا شحال هو قال ثلاث شهور صافي تعلم قشفها عطى حرام لا مشى بدا يصوفي الورق ولكن بغى يصيفط لها اوراق هي جات واحد شي ورقه باش جات هنا للمغرب حتى ترجع باش يعطيوها اوراقها تقولت بنت خالتها وبنت خالتها ومازال هاد المره غنعيط لها تجيني تبرك معانا وني تهضر على راسها ولكن داو ربي كينتقم ما هي كتوضى وتصلي وكتعبد سيدي ربي وكتدير حق الله العظيم نتابع بالواحد بالواحد يا فاطمه الزرختي يا بالواحد بالواحد تابعوا مشات الام وكملها البو وكملوها الولاد كاع اللي كيدير المصاحب خايبه والله سيدي ربي ما كيفرج عليه هذه من تجربتي انا هذه باش تصيب وريقاتها مع الراجل شوف لا قالت لك اختك جابتني اختك علاش جابتك امي قالت توحشتني قلت لها وانا ما توحشتكش انا ديك الساعه كان راجلي باقي حي كان راجلي باقي حي وكان ولادي باقي صغير النهار اللي جات امي قالت لي هاد ولاد من هاد يا ولادي انا امي قلت لي تتزوجي ولادك هو اللي كنقول لك انت سنتزوج انت سنتزوج ملي جات لقات ولادي دايرين لكم طولت عليكم قلت لها امي راه ولادي هذا قالت لي شوفي نقول لك واحد الكلمه انا ما صحبتش والدها وما صحبكش كنقول الدري راه واخدها قزير ولاباس عليك قلت لها الحفاري اللي ساكنه فيهم تما حتى هي حال تاع حال المهم هذه قصروا في عليها كتجي مره ما عندي نعطيها ما عنديش ما ندير لها عندي نعطيها ما عندي ما علاش ما عاودتيش تزوجتي من ورا مول الدار هو اللي غيطمع عليك واش العبط الله عادي حتى الرفاق بغيتي تشد الراجل يدقو واحد بعدا واحد قال لي الا جدتي الراجل نلعبك ما نشرجم الا جدتي الراجل ما حيت كانوا باقيين صغار فاش ندمت جاني شحال من واحد جاوني الالوفات ديال الرجال ولكن لا
قلت انا نكبر على ولادي. هاد الكماله كتشوفيها راه مشات على مولاي التامي، قال لي غتبقاي شاده ولادك حتى يوصلوا 18 عام، ومن اللي غيوصلوا 18 عام غيداروا لي داك مولاي الام، ما نبقاش نهضر. ملي كان مولاي التامي تصوري اش غادي نقول لك؟ قال لي شوفي الله يولي برحمه الله، هذاك الراجل ما كذبش عليك من خيرات اللي جا القضاء المغربي. قال لي شوفي نقول لك اكيد تيعرفوا الساكنه ديال السباتة. ولكن قال لي غتبقاي، كانت المحكمه في ود عام. قال لي غادي تبقاي، قال لي حاضنا على ولادك حتى يديروا 18. علاش فيك؟ على القضيه اللي دوزتي قالت لهم وقفوك عيب طرد دوك اللي قاتليها، وكان كيكمي داكشي ديال الكيف وكلتيه زعما. ودوك وداوني خسرت معايا وما نساش. والله ولا برحمتي الله، والله ولا برحمتي الله، والله يغفر خاتي شربي ضوي ولا وقفت معايا وقفت معايا بزاف الناس، بزاف الناس وقفوا معايا صراحه. نقول واس الله يرحمها مسكينه خديجه، حيت ساكنه قريبه ليها صاحب بزاف بزاف. الله يبارك برحمه الله. امين امين. ديك السيده كانت عظيمه معاهم وخا ايه ما حضرتيش؟ لا صافي ياش كيمشي الراس الكبير صافي ماشي الحمد لله. صراحه نقول شحال وانت تما مشدوده وشحال وانت كدوزي؟ لا شدوش لا نهار كله. هبطوني للمحكمه عاودت لهم كيفاش داو هو ملي كان تشريح في عين الشق صافي خرجوه مع الخرجه مع عدو سته حد في راسي كمشتني على الناس نيت عائلتي اللي شافوا هاد الفيديو راهم يقولوا الحقيقه واش فكوني منها ولا لا. المهم ما علينا، اللي فات مات عدو سته ولا سماح انا قبل دوك الاولاد. ولكن الواحد راه غادي ياخذ نصيبه. ودابا الدري الكبير كيقول لي ماما عقلت عليك من خرجك مونطا من هنايا، وكان بابا كان هنا وداروه في الصندوق هذاك. قال لي قال لي الطبيب قال لي تبكي امو ما تبكي امو هو ما تبكي امو انايا طبيب. يعني هزوا السيد من الولد تقول عكعك عباد قطع لي عرف راسي. عندي تم البراءه، عندي تم البراءه من عند مولاي التامي عندي. ولكن الحمد لله فاطمه الزهراء انا كنطلب من خوتي المغاربه انا مزوقه فيكم القناه ديال البارطاج راه ما كرداش. هذا هو المشكل ما كرداش. انا بغيت نخدم على قاعده ما عندكش اختي ابتسام. راه السيده ساكنه في واحد الدار ايله للسقوط، راه عايشه مسكينه غير بالدواء، راه لا حول لها ولا قوه. انا تنطلب منكم انا قليل فين كنقول لكم عافاكم تابوناو في هذه القناه ولا في هذه القناه ولا، ولكن الله يجازيكم بخير دخلوا عند ماما سومه. شوفي عيطت بزاف، لا داعي للاسم وديال ديك ديال المكناس ولا داعي للاسماء ديال مع الكبار 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 اللي كيقول كنعاون الناس ما نكذبش على كلشي طلب لي الفلوس كلشي كيقول لي اعطيني 40 بغيتي علاش باش يقولوا تابوناو عند هذه السيده الله يعطيني الموصي. واجي انايا ما تعطيني حتى شي حاجه، انا عاد عاود الخير ربي يخليك عطينا حنا عاد عي معانا حنا قناة انا بغيت يا ربي يا ربي ناخذوا لا فلوس لا حتى شي حاجه ديالكم. الله يستر طريقكم واللي بغيتي يا ربي الله يستر لكم فاش ما حطيتي يديكم هاد العواشر يا ربي تيسر لكم فاش ما حطيتي يديكم ويغلبكم العديان. ماما سومه ماما سومه بالعربيه والفرنسي بالعربيه ماما عافاكم الى ما دخلوا عندها وتابوناو. راه قصتها قصه ومسكينه راه لا حول لها ولا قوه، راه ربي اللي عالم بها. راني دخلت شفت الماساه راه عايشه مسكينه غير بالخدمه والله ما كاينش كان عمر على الماء مع الجيران. الله يرحم الله بخيط عطي لي ولد جارتنا وكان جار لانيت وكنخلص معاه الدار ما بقى حتى ما يتشاف حتى منزل. غادي ان شاء الله طلعوا دابا وشوفوا كل شيء. وحسن عوان كيف ما قلت لكم الكسالات وخصوصا بعد ما تسدوا الحمامات لمده 3 ايام. ملي مرات ما حاشا لي حتى واحد تملى الحمام ما عيطتش عليا ولا سولت فيا ولا كيبقيتي ولا من المنامسي. ملي مشيت نعوم ديت على واحد السيده قالت لي نخلص على الكابتيسه مشيت عوم قلت لها مرحبا. ملي مشيت عندها دخت اش غادي نقول لك؟ عينيات طونسيو طلع لي والعينيات دلاو وحمار كل شيء. واش انا كنقول لهم عطوني التومه هانتي ما فيه التومه ها هو فينا. شحال من عام وانتي معاهم؟ 13 عام. انتي في حمام واحد؟ وما عقلوش عليك؟ لا ما خديتيش حقوق؟ والو ما كاين حتى حقوق. قالت لي في جدك وديرهم. دابا ولادي باقيين كيمشيو ويعوموا، انا بغيت انا ولادي باقيين كيمشيو ويعوموا ما كيقولوا لهم حتى شي كلمه. النهار اللي يقولوا لهم ما تبقاوش تجيو ديك الساعه كلشي يحضر. ديك الساعه نجيب لهم باش يديني دير لهم الاعلام باش نيت هما تنيت باش تعلموا الترابي. باش ما شي انا صحتي مشات لي وفي الاخر ما بقاش عندي ثمن. هما 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 ما عندي هما ما كيعطيونيش ونزيد نتحرم من 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 الحمام هذا ما بقيتش خدامه فيه. ايوا انا الدواء درك قسما بالله الدواء حتى كنمشي عند جارتنا ولا كنمشي نضرب شي بريكول وكنمشي. شنو بقيت لك ما يضرب في البريكول؟ لا ما كان اش غادي تنشرب هاد الهضره ولا عاطيني الطبيب كذبش عليك. كانت كالمه وما نبقاش نترعد وداك الشيء كنخدم ديال الميناج كندير الميناج نطلع للتريه. اش غنقول لك؟ راه اللي كيشوفني فيه هنا راه غادي يقول لك راه انا المهم انا مزوقه فيكم. اللي كيعرفني
وشاف وجهي واش انا كنكذب شي حاجه يقولها، وكتبوا التعاليق كما هما، لا خايبه قولوها لا زوينه قولوها. شنو كديري في المحتوى اللي لقيت؟ كتعاودي على راسك؟ على راسي، على راسي. ومساعد انا بعدا غندير دابا ابون ربي يخليك. ها هي ابوني من عندي غير انا اللي كاينه كتلاحي عندي، اللي كاينه كتلاحي عندي. عندي لك ابوني اختي، الله يجازيكم بخير لما تابونا وعند ماما شومة. هاهي آه انا غادي نجبدها ماما سوما مسكينه باش تعاون غير على الوقت، غير باش تقدر مسكينه غير تشري دواها وتشري. ما نكذبش عليك، ما نكذبش عليك، ما غادي نتلاه. مازال هي هادي، هي هادي مازال قالت لها تلاحي. هادي هي القناه ديالها، هي هادي. هاهي هاهي ابوني، هاهي سبسكرايب. انا كنخمم غدا. هاهي عفاكم الى ما ديروا ليها ابوني وتعاونوا معاها على الزمان وعلى الوقت، راه مسكينه محتاجه. انا ما باغا حتى شي حاجه، ما باغا غير نخدم على قانتي، نخدم معاها على قانتي. انا ما هذا هو المشكل، ما كنقدرش نقول ما عنديش ولا ما خصنيش. تقول لها شنو تقول لها؟ تقول لها عليا تنهضروا على نهار اخر. جي عندي مرحبا في اي وقت، جربوا نجيبوها. جي عندي مرحبا بك في اي وقت باش نفسروا للناس كيفاش كاين شي غادي غالطين كيبقاو يجبدوا في لحمهم ولا في الاخر هي كيضعفوا. يقول لك شوفي فين كنا وفين ولينا، فهمتي ولا لا؟ داكشي عا كيتنفخ ومن بعد كيتورم. لا كتجبد الجلده، وإلا ما كلتيش وزادت كترخى تولي كامله مجلده، تولي بحال الشكوى. انا دركايا كنقول لهم في القناه ديالي، كنقول لهم ودي كيبقاو كيتبوا التعانيق بزاف الناس، بزاف كيدخلوا كيقول ماما سوما قول لنا قول لنا. هما هادو خاصهم بحال القناه اللي عندكم باش كلشي يعرف، ما يبقاوش غشميين. غنجيو ان شاء الله غنديروا عليها شي موضوع باذن الله. اذا المشاهدين الكرام بزاف ما يتقال عند ماما سوما او لاله ابتسام، وغادي نرجعوا عندها بطبيعه الحال في حلقات، وغادي نسمعوا قصتها ملي كانت صغيره، جزء مني كانت صغيره، وغادي نتبعوها معنا حتى نتوما. واكيد ان هذه القصص ما كيكونوش للفرجه ولكن كيكونوا للعبره. وبعض المرات راه كنتفرجوا فيهم بحال كنتفرجوا شي فيلم، شي في غير هذا فيلم واقعي. تنتمناو ان ندخلوا عليكم قدام الربح الحبيبه ديالي. امين امين امين، ربي يخليكم. سمحوا لي وشكرا لكم على هذه الاستضافه اللي جيتوا عندي ليها، ونهار كبيره فاطمه الزهراء اللي جيتي عندي. الله يجازيك بخير. عرفتي اعوام وانا كنقول غنجيب فاطمه الزهراء، غنجيب فاطمه الزهراء، تشوف عاد الحفره اللي انا عايشه فيها. مرحبا والف مرحبا. مرحبا بكم في اي وقت. الى اللقاء في بث اخر باذن الله.